هي 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 داير وجهه داير وجهه. شافني هي تعال. طبعا يا اخوان رزقه جديده زي ما شايفين عصفور ونوعه بادجي ولكن انجليزي. طبعا يا اخوان صدنا للتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعناكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان في الفيديو هذا حنفرجيكم كيف صدنا هذا العصفور، بسم الله ما شاء الله عليه، وحنشوف كيف احنا عثرنا عليه في المزرعة وايش سوينا عشان نصيده، وصراحة كثير كثير غلبنا، ولكن خلكم معنا عشان تشوفوا كيف صدناه ووين حنحطه. صراحة منظره كثير كيوت ما شاء الله عليه. زي ما تعودنا يا اخوان اربط حزمة الامان وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائقة بحيث زي لصل كل جديد، وخلنا نروح وليس جو. تمام يا اخوان، على ما يبدو انه في عصفور من النوع دويري او الباجي في المزرعة، ولكن مش عارفين نحدد وين هو بالضبط من النوع هذا. فقعدت ادور عليه انا والاولاد، سبت الاولاد يدوروا عليه وقلت ايش اعملكم حلقة لعل وعسى ان احنا نصيده عشان نفرجيكم اياه. صراحة يا اخوان وانا طالع من المسجد شفت عصفور لونه ازرق على ما اعتقد هو، فإله ساعة بصوت سوهان انا ما اعتقد، يا على الشجرة هذه يا على الشجرة هذه. بس انا شفته قاعد بنطط على الشجرة هذه. لا يابا لا، صوته اساسا كان بعيد. اسمع تعال نجيب القفص ونحطه هان، بركن اجا. تعال يلا روح وطي، يلا وطي من عندك، وطي من عندك. طب بس احمل يلا، بس احمل قبل اكل، بس مش مشكلة، بس يلا كفي يلا، بس يلا يلا خلص خلص. وقف وقف البيت هو بس هان. خلينا نسمع الصوت من وين بيجي. طبعا يا اخوان بعد ما حطينا القفص هان بدنا ننتظر شوية على اساس ان احنا نشوف الصوت من وين جاي، يعني تقريبا يا من الشجرة هذه يا من الشجرة هذه، مش عارف صوته هان بالضبط. تعال تعال ارجع ارجع ارجع، خلينا نشوف من وين الصوت بطلع. تعال ارجع ارجع بس ارجع، مش عارفين يا اخوان هو شكله هان في الشجرة هذه او هذه او هان، مش عارف. على فكرة انا لما طلعت من الجامع ورحنا نجيب الاكل شفته بطير حوالي الجامع، وحتى تقريبا لونه ازرق على ما اعتقد، مش عارف صراحة. تمام حنفصل شوية، حنفصل يا اخواني شوية وحنرجع لكم بعد ما نسمع الصوت من وين حيجي، فخلكم معنا يا اخوان. A few moments later. تمام يا اخوان على ما يبدو انه اتنقل من شجرة لشجرة واجا الاولاد بيقولوا لي هيو هيو هيو. وينه وينه؟ يا والله. اسمع بس اسمع اسمع، بدنا نصيده هالقد، بس استنى. طب بس استنى استنى، طلع اخوه. طب بس ارجع ارجع، خلينا نشوفه احنا ما شفناهوش. ابعد ابعد. طبعا يا اخوان هذا هو، والله يا ادم شكله انجليزي. هيو هيو هيو، حجمه كبير بيختلف عن اللي عندنا. لا تمسكوش، استنى بس شويه. طبعا يا اخوان هذا هو، صراحة لونه فضي او صلفر مع ازرق، مش عارف هاي الباين معه، مع اني شفته لما طلعت من الجامع كان لونه تقريبا ازرق ازرق غامق، مش عارف اتغير. المهم خلينا نروح نشوف كيف نصيده، صراحة منظره كثير حلو، فان شاء الله يكون من نصيبنا يا اخوان، وشكله ذكر كمان. بنجيب له نثاية هيك على لونه. على العموم خلينا نشوف كيف نصيده.
صراحة مش عارف. خلص خلص انجنوا الأولاد. طب بس تعال تعال بس اطلع اطلع. تمام يا اخوان، مش عارف كيف بدي اصيده. تمام، لو انت محلي اكتب لي تحت في التعليقات ايش كنت حتسوي، وشوفوا خليكم معنا نشوف ايش بده يصير معنا. تمام يا اخوان، لحظة الصمت الثامة، فاتمنى ما حدش يكتب تعليق خلقيتها عشان ايش بدنا نقدر نصيده. تمام، بدي اتبع معاه اسلوب غفلني او دوقني ولا تشوقني. فاكتبوا لي تحت في التعليقات هل حقدر اصيده ولا لا يا اخوان. صراحة مش عارف هل حقدر اصيده، فحتبع معاه اسلوب شوقني ولا تدوقني. صراحة قاعد بتطلع ايدي، قاعد بتطلع ايدي وانا قاعد بقرب عليه. هاي ايدي، هايها، امسك امسك يا رب امسك يا رب. قاعد فكرة بشرط، قاعد في عرق هان. يا بيي عصبي صار يورتو كرتي. المهم انا قربت عليه، شرط ابن الكلبة. استنى بس، استنى استنى استنى، بدناش يطير يا بابا، ابعد ابعد. شوف هي هي هي، داير وجهه داير وجهه. شافني هي، تعال. هاي هاي، واو. استنى بس استنى، ترى كيف فتحت امه. واخيرا يا اخوان صدناه، صدناه منظر كثير. استنى استنى استنى، اتعافى من اللي صار لي. لونه ازرق ازرق على حتى امه سلفر، سبحان الله. تمام يا اخوان، خلنا نشوف خلنا نشوف كيف حيتفاعل. فكرة هذا ما جيش عندنا، خلنا نشوف كيف بده يتفاعل مع العصافير تبعونا. بسم الله ما شاء الله، خلاص اهدى. دي يطلع يا حرام. لك انت جميلة، انت انت جميلة، احنا صدناكي. بس ابعد ما شاء الله يا جميلة انت. طب ابعد 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 ابعد، ما شاء الله ما شاء الله. تمام، حنحطه في القفص يا اخوان ونشوف. ما شاء الله، طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين هذا هو اللي صدناه. شكله حلو كثير وشكله ذكر، بسم الله ما شاء الله. طبعا كمان انجليزي. افتح الباب يا ادم. ما شاء الله يا اخوان، كمان 20. كانت يعني الصيدة تبعته شوية هيك صعبة، فيها توتر، ولكن صدناه بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الحجم تبعه أكبر من حجم يعني التانيين. زي ما انتم شايفين حجمه أكبر، مش عارف مش باين عندكم. خلينا نكشه عند التانيين عشان نشوف أكثر، مش عارف مش باين كثير. تمام، على ما يبدو انه هو باين باين معاكم. ثواني خلينا نفرجيكم من جوا. انا بس ندخل جنبه واحد وهو هيو حيطلع جنبه. اذا بتلاحظوا هذا هو العادي وهذاك هو الانجليزي. اذا بتلاحظوا حجمه اكبر من العادي اللي احنا بنربيه. طب هذا الانجليزي حجمه حلو بسم الله ما شاء الله عليه. وهذا كان صيد اليوم، اتمنى يكون في صيد دائما. وبس بكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفاعل ابو حزين ليصلكم الجديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.